يعني حتى في الغذاء كاينه مشكله. الغذاء ديجا كسوا ياغورت ولا كسوا حليب، ارواح ديجا قبل ما يكون متسمم الحق عليه، الحق عليه برك. الشعب الجزائري وصلنا اون 2023، يعني قلت لكم كي نشوفوا الشان ولي فو دارتيفيس والاستثمار، تقول انت والله غير نفرح ببلادي. بعديك تشوف واحد اخر مسكين مرمد على جل شكاره تاع حليب، فتقول لك غلط في البلاد اخويا، ما كانش منها البلاد هذه فيها بارادوكس كيما هك، فيها تسمى ديفايونس كيما واحد الفوق خلاص في دارتيفيس يسوى الملاير وكذا ومليح للبلاد، والاخر ما عندوش حتى شكاره حليب تاع 2005. لا بودر ما كان شويه، ما بودر مش قادر توفرها في شكاره حليب، في شكاره بلاستيك مش قادر توفرها، ولا تخلاها بالتيكي يا اخي. تقول رانا في الحرب، والشعب العديد من الناس ان توكا ما عجبتهمش هذه، وبعتوا رساله لرئيس الجمهوريه عمي تبون سي عبد المجيد تبون القائد الاعلى للقوات المسلحه باش ينظر في هذا الامر اللي هو شكاير تاع الحليب. تفضل. شفتوا تيكي باش دير الداله وتدي الحليب، تيكي تيكي تسمى تقول. ونعم صح تبون كان يقول هذا ما تسمى عيب، عيب نبيعوا في البلاستيك شكاره وبودره. عندها 3 سنين لورا خلاص، كي كان يوعد انه جزائر جديده راح تغير، درك روح القاه برك في وقت تبون. قال لكم ما وقت بوتفليقه كان عندنا شويه شكاره وبودره فيها الحليب وقلوشها ونكلميو بها شويه الجوع. وتبون قال لكم دوك تشوفوا انا هذه تنساوها خلاص، ها منساوها ولا بالتيكي. تما يعني رساله يعني قيمه عندها معاني، بكل احترام ما سب معايب لا والو، بكل احترام، لكن وفون وفون عنده الحق. سي تريست ادير ربما مش المناطق كل الحمد لله، ولكن العديد من الناس راهم حسب الشهاده يعانيوا من هذا الشيء. وقلنا قلت لكم هذه الغذاء راه ولا مشكل كبير، وشفنا يعني المواد ما شاء الله هذا الاسبوع كل يوم جبت لكم ماده من المواد اللي راهي في انقراض، هي عاشت واختفت. مش غير الحليب، انا نهار اثنين ان شاء الله الشروق، قناه الشروق دايرين روبورتاج كامل مليح على البيض العظام كما نقولوا احنا في عنابه لي زو، يعني هذه الماده اللي يعني ماده كانت متوفره للناس الكل، الناس الكل تروح كي تجوع تشري شويه خبز وفرماج وصاي هذيك تسمى كسكروت تاع الزوال يعدي في الليل نورمال وترقد، درك هذا وما لحقوش عليه. دايور دايرين واحد الروبورتاج، انا سام في بليزير كي نشوفهم يديروا امور كيما هذه، فنشوفوا اللونسمون تاعو باش نهار اثنين نتبعوه. تفضل خويا المخر. اه اليوم راه غالي بزاف يا خو، البيض ما تحكيش عليه كاع راه باش لغمو، البيض دوك الزوالي ولا قمتش ياكلو. عندي عام ما كليتش البيض انا، عام والله غير عام، ليه دجاجني البيض ماشي كاع ناكل. اشهار اخوتي حصه ملحه، انا نتبعها وانتوكا ملا ما كنتش معاك مع المباشر، لانه نحب نعرف راي المواطن كيما هذا اللي قال لكم عندي عام ما كليتش. علاه يا خويا عام شر، عام ما كليتش البيض في عهد تبون؟ سيدي نقولوا سيدي مهما يكون المرحله تاع تبون ماهيش معروفه بالجوع والعطش، معروفه بالقمع الحريات كذا، عم بنا الناس في السجن اللي يصور يهزوه، اللي يغلط يكتب في الفيسبوك يهزوه، عسكري من القدماء كاش ما يهدر ولا حاجه يدفعوا له بعد استدعاء، عم بنا الله غالب مسكين هو، انا اذكر اتركوها انها ماموره الله غالب. مي حتى في البيض يا سي تبون تسمى ما قدرتش تكفي شعبك حتى في شويه بيض، الله يبارك لي في دارتيفيس ولا اللي بنيتوهم انت وتسمى المعلم القديم، يعني ما قدرتوش حتى يعني توفروا البيض. اللحم كيف كيف هاو جاي قال لك من البرازيل ان شاء الله، حنا دوك نعرفوا ديجا الكميه هذه قداه. الدجاج يعني ازمه ازمه ازمه، وصافي بليزير قلت لكم كي نشوف حصص كيما هذه تحقق. بعض الناس يقول لك غير انتم تحكيوا على السلبيات، هاي هاي سلبيه كبيره ماشي غير حنا، وهذه القناة الله يبارك راهي عندها صدى كبير وتبت في الساتيليت، يعني العالم كله راح يشوفها. خاطرك ساعات يجي يقول لك علاه تهضروا قدام الناس، لا هاي حصة العالم كامل حيسمع بينا انه عندنا أزمة تاع بيض. لا بدرك العديان يضحكوا علينا، ودرك في الباص البناني يبداو يقولوا لنا البيض، يلا غالب يا أخي دوكا كل واحد عنده مشاكله، ولكن عندنا أزمة صح والشعب يعاني، فلازم الشروق تحقق وتدير هذا المشكل تكسبليكيه للشعب وعلاه في هذه المرحلة ما عندناش البيض. طبعا المسؤول الاول مهما يكون هو اللي حاكم البلاد، ابري لي ديتاي خلينا مرض مش مرض، تنظيم مش تنظيم، ان توكا فوالا ها وقلت لكم هذا الشروق تحقق ها بكل روح رياضيه ان شاء الله باش تشوفوه. ما كانش غير البيض، حضروا ديجا قنوات اخرى على الخضره اكسترا اكسترا، ومن بينها قبل ما نفتحوا المكالمات الهاتفيه وربما الناس تحب تشارك وتمد رايها كان البصل، البصل اللي هو تنا والاهم كله لو مش لاغمهم كلهم بلغوا الله يبارك، والعام الجاي يبداو يصوموا، البيض دارش لاغم، البصل دارش لاغم، الحليب دارش لاغم. هالي تفضل اخويا المخطو يا خالد. شفت
البصل تاعنا والناس تشكي اخواتي ارتفاع البصل، خرجوه من الكونجيل ما خرجوه، تسيير تسيير. ربما الجزائر غنيه الحمد لله يا ربي، ولكن كيعود ما كانش تسيير. بصح كنت تروح لوزير التجاره يقول لك احنا متكفيين ورايحين نصدروا ان شاء الله ونديروا توي وهذاك تاع الغاز، احنا عقبوا فيه توي وبصل تاعنا، نبعثوا لهم البصل تقول احنا عندنا كلش. لا تقول تسمعهم هما، اما كنت تسمع الشعب مسكين يقول لك يا ولدي روه ما لحقتش عليه، ولات امبوسيبل. وقبلها انا يعني البارح ولا البارح شكرا للخويا المخرج يعني اللي ذكرني، درنا حتى على اللوبيا والعدس والباقوليات هذه كل هي تانا هي تانا. خلي نشوفوا العدس سيدي لك انا كي هو تانا ربى شلاغم. تفضل اخويا. ها يا خالتي درك ها العدس ها ها الخضاره يشهدوا يا خالتي. دونك واش راح تدير؟ هلا غالب ايش يقول لك؟ واش راح نقول لك؟ هالعدس هالبصل هالبيض هال نتأسفوا أن وصلنا لهذا وشكارة الحليب التيكي. نتأسفوا يا خالتي، كون جات زعما الجزائر بلد صغير والأرض تاعو يابسة والله لا يقدر زعما عندنا مناخ مش مليح، نقولوا كيفنا كيف الدول الكل والأزمة الاقتصادية العالمية. بصح بلادك راهي قارة الله يبارك، بلادك راهي قارة كي دير شان راهي تضوي الدنيا كاملة الله يبارك. أما في الرسمي في الأرض في الإنتاج في التسيير في هذيك رانا مشنا قاره، رانا بلديه مشنا يعني للاسف الشديد. ان توكا حبيت مركا نذكركم بهذا الموقف لانه مديريه هذه تاع الحبوب الجافه وكذا دارت بيان نجيبهم لكم المره الجايه، وقلت ما كانش منها احنا مكفيين موفيين تشوفوه لانه ردوا عليهم بعض القنوات، نشوفوه هذا في وقته. ان توكا احنا عندنا الشهاده تاع الناس اللي تبيع وتقول لك باللي راهو غالي فوق اللازم، والناس اللي تشري تقول لك رانا ما قدرناش عليه. وانت كمواطن ولا كمتفرج تقدر ربما تحكم وتقرر من رايك. دونك خويا المخرج فتحنا المكالمات للناس اللي حابه تشارك، ربما نخليه 15 دقائق بالك واحد عنده راي ولا عنده كلمه حاب يقولها لانه مواضيعنا ما زالت. نواصل. نور الدين من الخروب. خويا نور الدين السلام عليكم. السلام ورحمه الله. سي لطفي لاباس؟ مرحبا بك سي نور الدين، ان شاء الله تكون بخير. والله اش نقولوا بخير. الحمد لله سادي تاع نقولوا بخير تسمى تاع ما نعكسكش برك. ربي يحفظك الله عليك. والله يا سي لطفي واش راح نقول لك، الواحد عايش تسمى في الميلي وهذا ويعرف واش كاين واش ما كانش اخويا. والله الدوله هذه قاعده تقهر فينا، هنا عندنا في علي منجلي في النوفيل فيلي يديو علينا البا يديو نديري النصبه تاع خضره يجي يدي لك الميزان يكسر لك الميزان يا ولدي حقره كبيره. يا اخي قال وزير التجاره اللي عنده كارد بطاقه تعريف درك يدير متنقل ويبيع روحه. كانش منها والله قاعدين يحقروا فينا سي لطفي يا خويا والله. احنا هو مزوجين ونحوسوا نحرقوا. سبحان الله ربي يستر. ومازالوا يقلبوا طوابل شويه نور الدين ولا صافا يديو غير الميزان برك؟ يا وقاعدين يكسروا بالبوكلات. جينا واحد المير من بيتنا جميع داير واحد كيوسك كاكا صغير هنا عندنا في جهه القطار يبولهم يا ولدي مساكن زوالا يبيعوا العظام شرشمين يا ولدي حالتهم تشكي يا ربي. اي اي ويعطيوهم في بلاصه اخرى ولا يريب له ويقول له كيما هذاك هز قشك وروح؟ يا يريب وما يعطيه ما يحوس عليه ما يمرض به. ما كانش خلاص جاو ينتلفوني في الخروب قالوا لهم حنا خاطين نروحوا للنوفل النوفل هبطوا للخروب قاعدين ياك تعرف السياسه تاعنا يجوا منهم صح. ما نعرف عليهم زوا ولا هم قاعدين يتفرجوا احنا وخدامه في الشونطي انا نخدمه مع الاتراك صورت ما كانش إيه انا نخدمه نقول لك يقول لك نسير خير مني قاعد صح صح. والله يا سي لطفي يا خويا ما نعرف عليها الواحدة وحاط في قلبه ويتفرج وخلاص اليوم يتفرج فيك. والله يا سي لطفي الدمعة هذاك البارح هذاك ينط يبكي هو يبكي وانا نبكي. شفت شفت. والله هذاك حس يحس صح كون جا واحد مواطن يحطوه هنا في المجلس كيما هذاك نوليو كل لاباس. شفت شفت. والله قاعدين يحطوا لنا في ليزيس كرو هذو اللي لاباس بهم كيما يجي يقول لك تبون عمنا تبون يا ذاك لاباس به يلقى ينوض يلقى بابا يعطيه امه تعطيه كيما احنا ما كانش تضرب ذراعك تلقى المسقي. ربي يجيب الخير اخويا نور الدين وتحياتنا الناس الخروب نسلموا عليكم ان شاء الله تكونوا بخير. عمر مشرف سي عمر السلام عليكم تحياتنا الناس الشلف. السلام عليكم صحة الخير. الله يحفظك مرحبا بك. كيفك لاباس؟ لاباس الحمد لله بخير تفضل. مازال ما شفنا من غير خويا. الله يحفظك يا عمر الله يحفظك ان شاء الله. شفتك أول مرة شفتك تشكر في الجزائر. أول مرة. أول مرة خويا تسألني في ست سنين من الأوراق المغاربية المغاربية أول مرة شفتك تشكر في الجزائر اليوم. سبحان الله مش مال البارح ولو البارح ما تبعتش.
لا تبعتك يوميا. بس احنا ننتقدوا النظام ما ننتقدوش الجزائر يا سي عمر. بس معليش معليش هذا ما نسمعش خويا. الله يحفظك. هذه الجيش ما زالت الازمه تاعنا عندنا في الظاهره في الشرق كاع ما كانش الازمه تاعها الحال تاعها ما كانش. واش ما كانش في شلف اخ سي عمر واش من ازمه؟ الزيت 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 الزيت. ها كاين في شلف؟ ما كانش لا زيت ما كانت بصله تزيد 12000 ما كان تشوف لا تشري تشري كيلو تقيسا 700 غرام وتاكل 200 غرام. هذه البلاد انا قلت لها كان دلع كتب في الفلاحه والتجار انا. يا خويا حتى في شلف الزيت ما كانش. ما كانش ما كان لا زيت. الحليب ما نعرفوش كاع كي داير احنا في الظهر ما نعرفوش كاع. حتى الحليب في شلف تانا ناقص. في الظهر انا نسكن في الظهر ما نعرفوش كي داير كاع. سبحان الله. والله على خويا الحليب ما نعرفوش كي داير تاع دوميسان كذا. والوالي تشوفوه يدور ساعات سي عمر ولا تسمعوا به برك؟ الوالي تشوفوه في التلفزيون برك. صح صح والله صح. ربي معاكم يا سي عمر. هما سي عمر مش شلف خاوتنا في شلف قال لك حتى احنا عندنا ازمه زيت وحليب وازمه والي تانا كي ما تشوفوش الزيت حتى الوالي ما تشوفوش. شوف كاش ما تلقى عند الشنفاره ان شاء الله هو يشرب في قهوه.